يقول السائل: النذر لإضاءة القبور بالزيت أو نحو ذلك، أو النذر للسدنة لإعانتهم على فعلهم، هل يعد هذا من الشرك الأكبر؟ النذر لهؤلاء هذا من الإعانة على الباطل، هذا من الإعانة لهم على الباطل. وإن كان نذر للقبر والضريح هذا شرك، أما إن كان نذر لأجل إعانتهم على السدانة وعلى خدمة القبر فهذا من الإعانة على الباطل. نعم.